السلام عليكم. بين فترة وأخرى تتجدد الرسائل الإيرانية ذات الطابع العدواني لليمن، رسائل مباشرة عبر مسؤولين إيرانيين في الحرس الثوري وكذلك مقربين من خامنئي، ورسائل غير مباشرة عبر الأذرع الإيرانية في المنطقة من بغداد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الأذرع الصامتة على مقربة من الجزيرة العربية والخليج. هذه المرة جاءت الرسائل العدوانية من نور المالكي الذي عاد إلى المشهد مجدداً بعد أن نام طويلاً، وهو الذي سلم الجيش والمحافظات العراقية في ساعات معدودة لداعش. المالكي قال خلال كلمة له في مؤتمر المجلس الأعلى لما يعرف بالصحوة الإسلامية إن عمليات قادمون يا نينوى تعني في وجهها الآخر قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن، وقادمون في كل المناطق التي يقاتل بها المسلمون الذين يريدون الارتداد عن الإسلام، حد قوله. تصريح يحمل أكثر من بعد، ابتدأ بتكفير المخالفين باعتبارهم مرتدين، والارتداد عن الإسلام بحسب قوله هو كل من عارض النسخة الإسلامية الخمينية التي يقدمونها باعتبارها الإسلام ذاته. وهنا نتساءل ما أبعاد الاستهداف الإيراني لليمن عبر الأذرع الإيرانية المختلفة؟ هل انتقلت إيران من طور الاستهداف المباشر لليمن إلى الاستهداف غير المباشر عبر أذرعها المغروسة في خاصرة المنطقة؟ وهل يأتي إقلاق المجال البحري اليمني ضمن الاستراتيجية الإيرانية التي أفصح عنها المالكي؟ مشاهدينا الكرام، حول تلك الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، فأهلا بكم، ودعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أن عمليات قادمون يا نينوى تعني في وجهها الآخر قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن، قادمون في كل المناطق التي. بهذه الكلمات كشف نور المالكي في مؤتمر الصحوة الإسلامية بطهران عن أحد أوجه المخطط الإيراني القديم الجديد وأدوات التمدد لتقويض الأمن القومي والإقليمي لدول المنطقة من نينوى إلى حلب واليمن. تسعى الأذرع الإيرانية في المنطقة لبسط نفوذها وإعادة تشكيل الخارطة من جديد وتقوية النتوءات الطائفية التي نبتت خارج منطقة نفوذها التاريخي. فيد طهران التي امتدت من خلال النافذة الحوثية إلى العمق اليمني والجزيرة العربية تكشف اليوم جهارا عن وجه طائفي عقائدي لحشد المزيد من المقاتلين. ترتفع المخاوف من السقوط في منحدر الطائفية، خصوصا مع تنامي الخطاب الطائفي لأدوات إيران في المنطقة وتطابق شعاراتها من بغداد إلى بيروت مرورا بدمشق وانتهاء بصنعاء، وهو ما تغذيه حركة التنسيق المستمرة بين الميليشيات الطائفية في تلك البلدان منذ أشهر عديدة. والعواصم العربية المشتعلة بنيران طهران تشهد حالة واسعة من تبادل الزيارات للخبراء والقيادات السياسية للاستفادة من الخبرات ونقل التجارب الناجمة عن كيفية السيطرة على الحكم من خارج المؤسسات الدستورية. وغير بعيد عن كل ذلك، تتوالى التصريحات المستفزة لقيادات سياسية وعسكرية إيرانية لتحدد موقعها في خارطة الصراع الإقليمي، إلا أن الأخطر من ذلك استمرار تدفق السلاح من إيران لميليشيات الحوثي رغم التحذيرات الأممية المتكررة. يدرك الإيرانيون ما يريدونه جيدا من حروبهم في المنطقة، ويتم تغليفها بدعوات طائفية بحتة يتم خلالها استدعاء الخرافات الفكرية والاصطفافات التاريخية الضيقة القريبة من الفكر الديني الإيراني الذي يصب في مجمله بعيدا عن احتياجات شعوب المنطقة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يضمن استمرار الصراع على أسس الولاءات الضيقة والعابرة لحدود الإنسانية. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي من جدة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور خالد. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في المساء اليمني دكتور خالد. لو بدأنا بالحديث عن الاستهداف لليمن وظهوره هذه المرة بشكل جديد عبر الأذرع الإيرانية في المنطقة، وبالتحديد حديث المالكي، كيف تفسره؟ أستاذة آسيا، القضية ليست جديدة. الإيرانيون يعملون على هذا المشروع منذ انطلاق الثورة الخمينية وسموه تصدير الثورة الإسلامية، وطبعا الثورة الإسلامية يقصدون بها الشيعية لأنها الدين الرسمي للدولة. قد بدأوا مبكرا منذ بداية الثمانينات تأسيس حزب الله عام 1982 ليكون هو رأس الحربة في العالم العربي، ومنه تنطلق
يعني المجموعات الأخرى والميليشيات الأخرى، وكان هناك حزب الله الجزيرة العربية وحزب الله الحجاز، كان هناك خلايا في البحرين، في سوريا، في العراق، في اليمن وغيرها، عملوا على هذا المشروع على مدى 4 عقود. الآن هم يجنون ثمار ما يعني خططوا له وقاموا به وكنا غافلون عنه، أو لا نريد أن نصدق بأن فكرة الهلال الصفوي ما زالت قائمة في أذهانهم. الفكرة موجودة، والدولة الساسانية بالمناسبة هي ليست دولة إسلامية بل دولة وثنية تعود إلى ما قبل الإسلام، هي التي تستحوذ على تفكيرهم، والدين إنما مجرد راية يرفعونها. فلو ترجع إلى الدولة، لخريطة الدولة الساسانية، ستجد أنها تشمل الخليج العربي كله واليمن، وتشمل بلاد الشام والعراق وجزء من مصر وجنوب تركيا، بل وجزء من أفغانستان وشمال إيران. هذه الدول كلها وهذه المناطق هي التي يعيثون فيها فسادا، وهي التي يعملون على تشييعها وعلى يعني بناء هذه الأذرع أو هذه المجموعات التي هي نفس كانت، والهدف في النهاية أن يثبتوا أن يحكموا حتى ولو كانوا أقلية، كما أرادوا أن يفعلوا في اليمن وفي لبنان. نعم، لكن دكتور خالد، يعني لماذا يستدعون أذرع عربية لخدمة مشروع قومي ساساني كما تفضلت؟ الفرس دائما كانوا يستخدمون العرب على في المدافع في حروبهم، هم من الجبن أنهم لا يدفعون بجنودهم الفرس كما يفعل الرومان أو الإغريق، كانوا يدفعون بالعرب من بلاد العراق ومنطقة الخليج وغيرها من القبائل العربية، هم هؤلاء الجنود الذين يتقدمون الجيوش الفارسية، وما زالوا يفكرون بنفس الطريقة. لماذا نهدر الدم الفارس الغالي طالما أن هناك من العرب السذج من نستطيع أن نستخدمه لتنفيذ مخططاتنا؟ لذلك هم يستخدمون العرب، أناس مثل نور المالكي وغيره، حسن نصر الله، عبد الملك الحوثي، هؤلاء هم رأس الحربة في إشعال الفتن وقيادة شعوبهم أو قبائلهم أو طائفتهم في بلدانهم لتنفيذ المخططات الإيرانية. نعم، إذن تصريح الملك الأخير دكتور يعني حمل ربما أكثر من بعد بقول قادمون يا نينوى، يا حلب، يا رقة، يا يمن، ما سر هذا الربط من وجهة نظرك؟ وسبق هذا الربط ما قيل بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء من عديد من قياداتهم الرسمية والشعبية والدينية، بأننا سيطرنا الآن على 4 عواصم عربية. نعم، وذكروا بغداد بأنها هي المدائن التي أو عاصمة الدولة الساسانية، فهم بلا شك يعني كانوا يعملون على هذا المخطط منذ زمن طويل، وهم ماضون فيه مهما كانت العقبات، ولكنها ستكون عقبات تنفيذهم لهذا المخطط، لأنهم نسيوا أن الأغلبية الساحقة هي أغلبية سنية، وأن العرب في النهاية سيكتشفون غرور الفرس واستكبارهم، وسيرفض العرب الأبي أن ينصاع إلى الفرس حتى ولو كان من نفس الطائفة. نعم، إذا دكتور خالد اسمح لنا أن ننضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار أختي العزيزة، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد العزيز، يعني لو تحدثنا عن الاستهداف المتجدد لليمن عبر أذرع مختلفة إيرانية، كيف تقرأ مثل هذا الاستهداف وخاصة التصريحات الأخيرة للمالكي؟ أعتقد بأن إيران لم تخفي يوما ما أنها تقف ضد تقف مع وراء الكثير مما يحدث في اليمن. هي تحدثت بصورة واضحة بأنها أسقطت العاصمة العربية الرابعة. هناك لجنة في البرلمان الإيراني، هي لجنة خاصة بدعم ما يسميه الإيرانيون المظلومين في اليمن، وهذه اللجنة معنية بجمع التبرعات، والتبرعات من ضمنها أيضا موضوع تقديم الأسلحة. مؤخرا ضبطت بعض الشحنات الأسلحة وهي قادمة إلى الميليشيات في
البحر، وهناك أسلحة وصلت للميليشيات سواء قادمة من سلطنة عمان أو بعض الأسلحة الأخرى النوعية التي حصلت عليها مؤخرا مثل الصواريخ. ونحن نعرف بأنه عندما جرت معركة بحرية في لتحرير مضيق باب المندب وجزيرة ميون أشاركت فيها قطاع بحرية خاصة بقوات التحالف، ولم تتعرض هذه القوات لأي إطلاق نار أو استخدام أسلحة تستخدم للقطاع البحرية في هذه المنطقة، دليل على أن هذه الميليشيات لم تكن تمتلك هذا السلاح، لكن مؤخرا أصبحت تمتلك سلاح قد استطاعت من خلاله مهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية. ولاحقا ما القصة أعتقد أنها ربما فقاعة كبيرة متعلقة بمسألة الاستهداف المدمر الأمريكية مقابل البرود الذي نشاهده لدى الطرف الآخر الأمريكي. أعتقد بأن إيران لم تتوقف للحظة عن دعم هذه الميليشيات، بل على العكس كنا سمعنا قبل فترات طويلة منذ بدء الانقلاب عن أعمال تمت مع الانقلابيين بشكل مباشر، مثلا في نهاية يناير 2015 تم توقيع اتفاق ميليشيات بتسيير رحلات جوية بين شركة تماهان للطيران وهي شركة يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، وهذه الشركة أصلا لم تكن تسير رحلات إلى اليمن من قبل، فتم التوقيع اتفاق مع هذه الميليشيات بأن يتم تسيير 28 رحلة في الأسبوع من 0 إلى 28. نعم، لكن يتم إقامة جسر جوي بين الميليشيات وبين طهران وصنعاء لإمداد الميليشيات. ذلك كانت تصريحات مباشرة أستاذ عبد العزيز. الآن أيضا هناك أذرع غير مباشرة عبر المالكي كتصريحات المالكي وأيضا حسن نصر الله وتدخلهما في الشأن اليمني، هل نستطيع أن نقول أن هذه الأذرع العربية أصبحت أدوات إيرانية لضرب الأمن القومي العربي؟ هذا أمر أعتقد أن إيران نفسها لم تعد أيضا تخفي أمرا كهذا. هي عندما تحدثت عن إسقاط العاصمة العربية الرابعة، وهي تعني أن هناك ثلاث عواصم عربية سبقت سقوط العاصمة العربية العربية الرابعة، وبالتالي هي تتحدث عن ما كان يسمى بالهلال الشيعي، لكن على ما يبدو أن طموحها وأحلامها قد تجاوز فكرة دمشق مثلث اللواء بغداد دمشق بيروت، وأصبح في النهاية صنعاء وربما يطال بعض المناطق الأخرى في منطقة الخليج العربي. لم يعد الطموح الإيراني هو الهلال الشيعي، يبدو أنه هلال كامل سيتم تطويق المنطقة بشكل كامل من خلال الأذرع والميليشيات المتواجدة في أكثر من منطقة. الحوثيون أصبحوا عبارة عن ذراع، وظيفتهم في الجزيرة العربية ليس فقط في اليمن بل أيضا ضرب استقرار المنطقة وتشجيع الميليشيات الطائفية الأخرى إذن أستاذ عبد العزيز، يعني في منطقة الخليج من أجل أيضا البدء بدور ما في منطقة الخليج. إيران عموما لديها مشروع واضح هدفه ضرب استقرار المنطقة، وفي النهاية تسييد إيران كمهيمنة على المنطقة أيضا بضوء أخضر غربي بشكل واضح، في مقابل أيضا افتقاد العرب لما يبدو أنه غياب كلي لمشروع يحاول مواجهة هذه المخاطر المحدقة بالمنطقة. نعم، إذن كيف تفسر الدور ربما المبهم لسلطنة عمان خاصة ما قبل سيطرة الحوثيين وربما اتضحت معالمه في الآونة الأخيرة؟ سيدتي، سلطنة عمان دولة كانت على الدوام تحاول أن تنأى بنفسها عن ما يسمى بالصراعات المباشرة بين الدول، لكنها في الحقيقة كانت عبارة عن قناة اتصال إيرانية تقوم بأدوار التواصل مع الأطراف الأخرى بين إيران والأمريكان مثلا وبعض الدول الأوروبية. نحن نعرف بأن عمان لعبت دورا كبيرا فيما يسمى باتفاق 5+1، الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكان لها هذا الدور الكبير في هذا المشروع الذي في النهاية أعتقد جاء من أجل تكريس هيمنة إيران وبالمقايضة تقريبا مع الغرب. هم وقعوا اتفاق من أجل تأجيل ما يسمى بتخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات، في المقابل أيضا منحوا ضوء أخضر
الانتقال والعبث في المنطقة. وأن نتذكر أيضا علينا أن نتذكر تصريحات أوباما قبل فترة وهو يتحدث أن على السعودية وإيران أن تقتسم النفوذ في المنطقة، وهو يتحدث ليس فقط عن مسألة النفوذ، والنفوذ الذي نشاهده الآن بالنسبة لإيران هو نفوذ بمخالب، ليس نفوذ القوى الناعمة الذي يمكن أن تمارسه أي دولة لديها نفوذ اقتصادي وسياسي، بقدر ما هو نفوذ خشن من خلال القوى العارية كما يتجلى الأمر في العراق وسوريا ولبنان واليمن الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك دكتور خالد. دكتور خالد، استمعت لحديث الأستاذ عبد العزيز، ربما يعني ألخص أو أجمل بأن الأطماع الإيرانية لم تعد في الهلال الشيعي بلاد الشمس سابقا، وإنما أصبح هلال كامل للمنطقة هناك يعني، وهدفها ومشروعها واضح وهو استقرار المنطقة، عدم استقرار المنطقة خاصة منطقة الخليج. وتحدث عن الدور العماني مؤخرا في وجود إيران في المنطقة، كيف تعلق؟ أنا هذا ما ذكرته، أن إيران طموحاتها أساساً لم تعد صفوية فقط، وأنهم يسعون إلى السيطرة على منطقة الخليج واليمن، جزء من مصر إلى النيل، ويسعون أيضاً إلى أجزاء من تركيا في جنوب تركيا وفي أفغانستان في أذربيجان وغيرها. فأطماعهم أصبحت واضحة، وأي شخص يريد أن يعرف ما هي بالضبط الخريطة التي يعملون عليها استطيع أن يذهب إلى ويكيبيديا ويبحث عن خريطة الدولة الساسانية. لذلك الخطر عام، وأنا أستغرب أن بعض الأخوة المصريين يعتقدون أن الخطر يهدد دول الخليج فحسب، بل هو يهددهم أيضا لأنهم أخطر من إسرائيل. إسرائيل أيضا كانت تفكر في الدولة أو تسعى لتأسيس إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، أما هؤلاء فيسعون إلى دولة أكبر من ذلك لا مكان فيها لغير طائفتهم ولا مكان فيها للمواطن إلا من الطرف الثاني. نعم دكتور خالد، يعني هناك من يطرح أن يعني مهمة التوسع أو الهدف الذي كان لدى إسرائيل في التوسع انتقل إلى إيران بإشراف دولي، هل تتفق مع مثل هذا الطرح؟ أنا أعتقد أن هناك تقاسم الأدوار بينهم وبين إسرائيل برعاية أمريكا. الشرق والغرب، أمريكا وروسيا، متفقان على أن إيران ستكون شرط المنطقة في الناحية الشرقية، وأن إسرائيل ستبقى على دورها المحوري في الناحية الغربية، وأن هاتين الدولتين ستضمنان مصالح الغرب والشرق، وأنه باستطاعة أمريكا أن تذهب إلى حيث الأرباح وحيث السلام في شرق آسيا وفي جنوب أمريكا. هذا هي الفكرة التي أعلنها أوباما، لم تعد سرا. وقبل ذلك كانت هناك فكرة الفوضى الخلاقة من خلال إثارة الفوضى والفتن والحرائق بحيث تتغير طبيعة المنطقة ويعاد إنشاءها من جديد. جاء أوباما ووجد أن الإنشاء من جديد يكون إنشاء بسيطرة إيرانية وبهيمنة على المنطقة العربية وبتعاون سري مع إسرائيل لن يلبث أن يتحول إلى تعاون علني. رأينا أن حزب الله توقف عن مهاجمة إسرائيل وتحول إلى مهاجمة وقتل المسلمين في سوريا والعراق وغيرها. هذه أحد الدلائل على اتفاق الصهيوني-إيراني. نعم، إذن دكتور خالد، يعني أمام كل هذه التحديات ما الذي يجب على العرب القيام به لمواجهة مثل هذا الخطر، خاصة للأسف وأن هناك بعض العواصم العربية التي تقف مع هذا المشروع؟ هي لا تقف، هي تجهل هذا المشروع وخاطره. أنا لا أعتقد أن دولة عربية مستهدفة في هذا المشروع تشارك فيه وهي تعلم أن الدور قادم عليها، ولكنهم يعني خدعوا وظنوا أن إيران يمكن أن تكون حليفا لهم ويمكن أن تعيد لهم مكانتهم وهيبتهم في العالم العربي، وهذه أحلام البؤساء، أحلام الأغبياء. لن تفعل إيران ذلك، وستأخذنا، ستقدمنا دولة دولة، وسنتحول إلى ملوك الطوائف في الأندلس،
هكذا سقطت ممالكهم عندما ظن كل واحد منهم أنه يمكن أن يكون حليفا للعدوان الأسباني عليه. نعم، لكن دكتور يعني هناك بعض التردد الذي تبديه بعض الدول العربية، عدم الوضوح أيضا، وربما التصريح الواضح كما حدث مع المالكي وحسن نصر الله، وكأنهم يعني لسان حال ناطق باسم إيران. هم لسان حال ناطق باسم إيران. المالكي من أتى به؟ لقد فازت في 2008 و2009 القائمة العراقية التي يقودها اياد علاوي، ومع ذلك تداخلت ايران وفرضته فرضا، وقبلت امريكا بذلك رغم الدستور ورغم الديمقراطيه المدعاه المزعومه. فيعني هو رجل ايران في العراق، كما ان نصر الله رجلها في لبنان، وكما ان بشار الاسد رجلها في سوريا، او كما عبد الملك الحوثي رجلها في اليمن. هؤلاء هم عملاء ايران، وهم أذرعها في المنطقة. فلا ننخدع نظن أنهم يعني عن جهل أو عن طمع في تحالف. هم كلهم يؤمنون بولاية الفقيه، ويؤمنون أنهم عبيدا لهذا الفقيه، كما أعلنوا وكما أعلن حسن نصر الله في خطاب تلفازي، وقال بالنص: أنا عبد للولي الفقيه وأفخر بذلك. نعم دكتور خالد، يعني لو عدنا لتصريحات المالكي الذي ظهر يعني هذا الخطاب على لسانه دون غيره، يعني وهو يتحدث عن أن هناك يعني في هذه المناطق التي ذكرها حروب ضد المرتدين عن الإسلام، في إشارة لكل من يخالفهم أنه مرتد عن الإسلام وترويج مثل هذا الأمر، كيف تعلق على هذه النقطة؟ هو سبق أن قال أننا نحمل راية الحسين للانتقام من قتلته من أحفاد يزيد، وسمعنا ذلك مرة أخرى من أوس الخزعلي في خطبة شهيرة مؤخرا، قال أننا نذهب إلى الموصل لننتقم من أحفاد يزيد. هم يعني شعور المظلومية هذه والرغبة في الانتقام يعني بشكل لا يوصف. كيف يمكن بعد 1400 عام أن تعتقد أن هؤلاء لأنهم سنة هم يستحقون القتل باعتبارهم أحفاد لعدو يعني قاد معركة في يوم من الأيام ضد الحسين عليه رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا؟ فحقيقة أن استخدام الغيبيات واستخدام الدين والعقيدة هو غطاء لأحلام فارسية ساسانية لا علاقة لها بالدين، هي وثنية، هي عرقية، هي عنصرية ضد العرب وضد الإسلام الذي يتهمونه بأنه احتل فارس في يوم من الأيام وأطاح بملكهم وأطاح بإمبراطوريتهم وحضارتهم. نعم، إذا اسمح لنا دكتور خالد أن ينضم معنا أيضا الباحث العراقي السياسي الأستاذ رائد الحامد من إسكي شهير عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ رائد. مساء النور. أستاذ رائد، لو تحدثنا معك حول المخاطر من هذه التصريحات التي جاءت على لسان المالكي وغيره على العلاقة التاريخية بين الشعب العراقي واليمني. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني نوري المالكي معروف بسياسته الطائفية ونهجه الطائفي خلال فترة ولايته حكمه يعني امتدت إلى 8 سنوات، وبالتالي يعني الاصل في الموضوع ان حكومه كحكومه المالكي او حتى حكومه العبادي هي حكومه جاءت نتيجه احتلال غاشم للعراق، وهي بالتالي لا تمثل الشعب العراقي. والدليل يعني ان يعني جزء مهم وجزء اصيل من الشعب العراقي الذي هو المكون السني خرج بتظاهرات او اعتصامات لمده عام كامل. العنوان الرئيسي لهذه الاعتصامات هو الاقصاء، لانه المكون السني مقصي عن الحكم ومقصي عن المناصب السياديه ومقصي، فبالتالي يعني شرعيه هذه الحكومه منقوصه، وبالتالي فان تصريحات المالكي لا تعبر الا عن جزء من الشعب العراقي الذي يمكن ان نطلق عليه المكون الايراني في العراق، لانه الشعب العراقي
أكبر من أن ينجر إلى مثل هذه التصريحات القادية، وأكبر من أن ينجر إلى عداء مع الشعوب العربية والإسلامية، الشعب السعودي الشقيق، وحتى تركيا. تركيا الدولة المسلمة الجارة، يعني يعني لن يبقوا للعراقيين الأصلاء، يعني العراقيين الأصلاء لم يبقوا لهم مدا مع أي دولة عربية أو إسلامية مجاورة. نعم، لكن يعني هل نستطيع أن نقول أن العراق بسلطتها الراهنة، سلطة بغداد التي يديرها المالكي، يعني تشتغل ضد منظومة الأمن العربي لمصلحة الطرف الإيراني؟ يعني هو واقع الحال، يعني واقع الحال هو تواطؤ أمريكي إيراني على العراق. يعني نحن نذكر جيدا، يعني حتى المرحوم سعودي الفيصل قال أمريكا سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب. إيران اختطفت العراق منذ عام 2003 عن طريق الأحزاب الدينية الشيعية الطائفية. استطاعت إيران أن تختطف العراق الدولة والمؤسسات، لكنها لن تستطيع أن تختطف الشعب. اختطفت صوت الشعب لكن لن تستطيع أن تختطف. نعم، يعني نحن نعول عادة على هذه الشعوب الحية أستاذ رائد. يعني في اليمن نقول بأن مكون الحوثيين هو مكون أقل بكثير من عامة الشعب الرافض لمثل هذا المشروع، وفي العراق أيضا هذا ما يحدث. كيف يمكن لهذه الشعوب أن تقف ضد هذه السياسات التي تود أن تتحدث باسم الجميع وأن تكون هي المكون الرئيسي أمام الآخر؟ يعني لو أردنا أن ننظر يعني برؤية بعيدة، سنقول إن ما يجري في المنطقة منذ عقود طويلة هو تسليط الأقليات على الأكثريات. في سوريا سلطوا الأقلية العلوية، في العراق سلطوا، في حقيقة الأمر العراق الشيعة ليسوا أكثرية، الشيعة أقلية. لو أراد بريمر مثلا أن يصنف العراقيين على أساس سنة والشيعة، فجمع العرب السنة مع الأكراد السنة لزادت نسبة السنة على الشيعة، لكن جعلوا الشيعة أغلبية وقبل بعض السنة الذين هم يعني حملوا الدبابات الأمريكية على ظهرهم وأدخلوها إلى العراق. هؤلاء قبلوا أن يكون للسنة تمثيل 19%، والحقيقة هو السنة أغلبية. فلذلك هو ما يجري هو تسليط حكم الأقليات على الأكثريات. نعم، ولكن هذه الأقليات أستاذ رائد، يعني لو تحدثنا عنها، وربما يعني ما وصف به الحوثي من قبل كيري بأنها أقلية، نعرف تماما ما الذي تعني هذه الكلمة وهذه المفردة أمام المجتمع الدولي، وبأن لها حقوق، يعني وما الذي تترتب عليه مثل هذه الكلمة. فبالتالي هل يمكن أن بهذا التغليب أن فعلا يستطيعوا أن يسيطروا على الوضع بحكم أنهم أقلية؟ لا، هو بالتأكيد لو أن القوى الأغلبية، يعني قوى الثورة مثلا في اليمن، لو استطاعت مثلا أن توحد صفوفها وتنطلق انطلاقة حقيقية بعد الحراك الذي يعني انتهى بمبادرة خليجية، مع الأسف يعني مبادرة خليجية يعني أساءت إلى الثورة اليمنية في حقيقتها، فجاءت بالحوثيين ليقتسموا ثلث السلطة. يعني لو الآن لا يزال النزف أو دم الشعب اليمني ينزل، يعني بسبب أيضا أنه هاي الأكثرية التي تمثل الشعب اليمني لا زالت غير متفقة، لا زالت مشتتة. يعني هناك مثلا يعني حتى على صعيد التحالف العربي هناك مثلا دعوات لفصل الجنوب عن الشمال، هناك انقسام حقيقي في المجتمع اليمني. وهو نفس الانقسام. إذن كيف تنجو الشعوب العربية من هذا الفخ الطائفي الذي يقوم عليه مشروع إيران؟ نحن بحاجة إلى وعي حقيقة، بحاجة إلى خطاب جامع لا يقصي أحد. يعني السنة في العراق أقصوا، لذلك ظهرت بوادر داعش وغير داعش. هذا الخطاب الإقصائي الذي يمارسه السلطويون
هو الذي يعني افرز هذه الظواهر الشاذة. فلذلك نحن بحاجة الى خطاب أمة، خطاب أمة واعي، خطاب أمة جمعي، خطاب يجمع ولا يفرق، خطاب لا يستثني احد. يعني الكل في حقيقة الامر هم شركاء في الوطن. قد نختلف دينيا ونختلف عقائديا ونختلف فكريا مع غيرنا، لكن بالأخير هم شركاء في الوطن، هم مفروضون علينا ونحن مفروضون عليهم. لا يمكن الفكاة من هذا إلا بحالات، بحال فصل المكونات عن طريق تقسيم هذا، يعني التفتيت يعني المقسم أصلا. نحن أصلا كنا يعني دولة واحدة وكنا شعب واحد، ويعني وشاءت الإرادة الدولية أن تجعلنا يعني أكثر من 20 شعبا وأكثر من 20 بلدا، لكن الأصل فينا هو نحن شعب واحد ننتمي لأم واحد، هو هذا الأصل. فكيف نعيد هذا الوعي إلى عموم أبناء أمتنا يعني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ رائد الحامد الباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسكي شهير. عودة إليك دكتور خالد. دكتور خالد، ربما يعني اختتم الأستاذ رائد حديثه بسؤال، كيف نعيد الوعي لهذه الأمة؟ نحن بحاجة إلى خطاب أمة جمعي لا يستثني أحد، فكيف يمكن ذلك برأيك؟ إذا كنت استمعت لخطبة الجمعة في الحرم الشريف الشيخ تكلم عن هذا وطالب الأمة الإسلامية بتجاوز الخلافات الأقلية والاجتماع حول يعني العقيدة الصافية، لكل طرف من الحق يكون له تفسيره أو مدرسته الفقهية، ولكن ليس من حقه أن يفرض هذا الشيء على الآخرين، وليس من حقه أن يصنف الناس بين مسلم وفاجر وكافر، وهو لا يعلم حقا إذا كان الله سيقبله كمسلم أصلا أو مؤمن. فهذا أمر لله، الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، هذا يحدث يوم القيامة. لا نتألى على الله سبحانه وتعالى ولا نقول له من يدخل الجنة ومن يدخل النار، فالله خلق يعني سماء جنة وسع السماوات والأرض يسعنا جميعا بإذن الله. أعتقد أن هذا الخطاب، هذه الصيغة التي تدعو إلى التسامح وإلى تقبل الفكر الآخر وإلى صفاء النوايا والبعد عن العنف ونبذه، أعتقد أنها ستكون يعني منبرا لنا ومنارا للهدوء الأمة. لكن للأسف دكتور خالد، يعني يواجه هذا الخطاب تصريحات يعني تثير القلاقل السياسية برأيك، مثل هذه التصريحات التي تظهر من فترة لأخرى، كيف يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث السياسية في اليمن بالذات؟ يجب أن نجرم هذا بقوانين، نجرم خطاب الكراهية بقوانين تعاقب من يدعو إلى الفتنة، من يؤلب أو على الآخر، من يكفر الآخر. هذا مكانه السجن، هذا مكانه التعزير، لا يمكن أن نسمح بذلك. فكثيرا من الدول وكثيرا من الحضارات سقطت وانهارت عندما بدأ هذا الخطاب يشتعل بين الناس. فيجب أن فعلا تصدر قوانين تتبناها الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الإسلامية، يكون هناك قانونا شاملا يمنع خطاب الكراهية، وتتفق هذه الحكومات ووزارات الثقافة والإعلام فيها على إشاعة خطاب والتعليم أيضا، خطاب التسامح وروح التسامح. عندما يحدث هذا نستطيع أن نقتلع جذور الفتنة في بلداننا ومنها اليمن الحبيب. نعم دكتور خالد، هل يمكن أن يبنى على دور التحالف العربي يعني لمواجهة المشروع الإيراني في المنطقة؟ ما في شك التحالف العربي الآن له مهمة محددة وهي إعادة الشرعية إلى اليمن، ولكن هناك التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والذي رفضنا أن تنضم إليه إيران، لأن إيران هي أم الإرهاب. وهناك تعاون بين دول الخليج، هناك مناورات مستمرة، ومنها مناورة أمن الخليج واحد الذي سيتم في البحرين
قريبا وغيرها من الاستعدادات على كل الجبهات وعلى كل في كل المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية وغيرها لمواجهة هذا الغول الإيراني الذي لا يمثل حتى شعبه، هو يمثل حكومة ملالي تضطهد شعبها وتستخدمه في قتل ومحاربة الآخرين. ثلث الشعب الإيراني جائع كما قال المساعد وزير الصحة الإيراني في تصريحات معلنة، فهم يضحون حتى بشعبهم من أجل يعني ظلم الآخرين والتوسع لأحلام غارقة في الوهم والخيال والعقدية. وأعتقد أننا كلنا يجب أن نقف إلى صف الشعب الإيراني لتحرير نفسه والانتصار على هذه الحكومة الظالمة. نعم، إذن دكتور خالد لو عدنا لحديث المالكي يعني الذي كان في مؤتمر المجلس الأعلى للصحوة الإسلامية كما يعني يسمى، وهذا المصطلح يعني ارتبط بتصدير الطائفية تحت لافتة تصدير الثورة، برأيك ما خطر مثل هذا الأمر على الدولة الوطنية والهوية الوطنية يعني بشكل عام حين يعني تتصدر بعض الدول العربية مثل هذا الخطاب؟ ما بشك هو يفرق ولا يوحد، هو يقسم، هو يهدم ولا يبني. ولنرى ماذا فعل هذا الخطاب وهذه السياسات في الدول التي هيمنت عليها إيران أو كانت لها أذرع خبيثة وعملاء. انظري إلى العراق، انظري إلى سوريا، انظري إلى لبنان، انظري إلى اليمن. كل دولة دخلها الإيرانيون بشكل مباشر أو غير مباشر أدوا إلى تدميرها وهدمها. وأعتقد أنهم يعني في مخططاتهم الآن يضعون مصر، قبل ذلك استيقظت السودان إلى هذا الخطر، الصومال ومدغشقر وغيرها من الدول، المالديف والماليزيا، كل هذه الدول ومنها نيجيريا استيقظت إلى هذا الخطر الإيراني وإلى هذه المخططات الإيرانية وقطعت هذه الأذرع. وأعتقد أن على مصر الحبيبة أن تفعل الشيء نفسه. نعم، إذن اسمح لنا إذن دكتور خالد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية من عدن. مساء الخير أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عدنان، هذه المرة تعود التصريحات ولكن عبر المالكي، كيف تقرأها؟ من الواضح أن التصريحات التي تحدث فيها المالكي في المؤتمر الصحوة الإسلامي الذي تقيم إيران في العراق أن هذا الشخص هو رجل ضمن المحور الإيراني الذي اندفع إليه في عام 2011، وأن هذا الرجل بتركيبته الطائفية يحاول أن ينقل التجربة الطائفية التي أنشأها في العراق وساهم فيها بشكل فعال. هذه الاتهامات أيضا لا تتهم فيها الأطراف السنية وحدها بإنما من داخل البيت الشيوعي يتهمون المالكي بعملية الفرز الطائفي في العراق، يحاول أن ينقل هذه الطائفية إلى مستوى أكبر على المستوى الإقليمي. من الواضح بأن إيران تحاول أن ترسل رسالة واضحة عبر المالكي بأنها ستستمر في تدخلاتها وبأن أجنابها يحملون مشروعا يخططون الولي الفقيه بشكل أو بآخر. هذه الداعشية الشيعية التي يتحدث بلسانها المالكي لا يمكن أن تعني بأي حال من الأحوال بأن هناك نوعا من فصل قضايا المنطقة عن بعضها. إيران تحاول أن تجعل كل المنطقة في بوتقة واحدة، تحاول أن توجه رسائل ضمن الصراع السياسي والإعلامي للسعودية، تحاول أن تؤشر للسعودية بأنها مستعدة أن ترسل أيضا مقاتلين من الحشد الشعبي كما إرسالهم أيضا إلى سوريا بإرسالهم إلى اليمن. كل هذه الاستقطابات التي تقوم بها الفرق الشيعية الموالية لإيران في الوطن العربي تؤجج الطائفية، تسعى إلى خلق لقاه داعشية جديدة يقود بشكل مفرط وتركيبه طائفيه بشعه. نعم استاذ عدنان، يعني هل انتقلت ايران من طور الاستهداف المباشر لليمن الى استهداف غير المباشر عبر اذرعها المغروسه في خاصره المنطقه؟ اعتقد بان ايران مستخدمه هذه الاذرع من فتره طويله. لاحظي بان الميليشيات الشيوعيه التي خلال زياره الوفد الحوثيين وصالح
الى بغداد بانها كانت تتحدث انها مستعده لارسال اكثر من 1000 مقاتل الى القتال في صفوف الحوثيين، ايضا الدور الذي يقوم بحزب الله في اليمن، الدورات التدريبيه اضافه الى الاسلحه التي ينقلها حزب الله، وايضا المعلومات التي تتواتر بان من يطلق الصواريخ الايرانيه من داخل اليمن هم خبراء لهذا التنظيم الايراني. نعم، اذا يعني تفضل. الواضح بان ايران تحاول ان تعطي ايضا نظره خارجيه لبكيه اذرعها الخامده الذي موجوده داخل السعوديه وفي البحرين وفي الكويت بان هناك دورا ايضا سيلعبونه في المستقبل. نعم، اذا هل ياتي اقلاق المجال البحري اليمني ضمن الاستراتيجيه الايرانيه التي افصح عنها المالكي؟ الواضح بان ايران تحاول ان تجد صراعا بحريا بعيدا عن مضيق هرمز، هذا المضيق الحيوي لايران الذي يدر دخلا 45% من الدخل القومي الايراني عبر هذا المضيق لتوريد النفط الى الصين والهند، تحاول ان تخلق ايضا بؤره لعدم الاستقرار في باب المندب للتاثير على النفط الخليجي والعوامل الدوليه، لكنها في كل الاحوال لا تستطيع ان تخلق هذا التاثير بالرغم من انها تستطيع ان تخلق حاله عدم استقرار داخل المضيق. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة أخيرة لك دكتور خالد باطر. في دكتور، يعني هناك خطر حقيقي على المنطقة أيضا على دول الخليج التي تريد إيران كما تفضل أستاذ عدنان أن تزرع لها شيعة جديدة ومختلفة في المنطقة. إيران يعني من فترة لأخرى تقلق المجالات البحرية لتضر بالاقتصاد الخليجي، فكيف يمكن أن تواجه دول الخليج مثل هذا الخطر؟ الدول الخليجية أستاذ آسيا متكاتفة تماما في مواجهة الخطر، استيقظوا له مبكرا وألفوا قوى الآن مثل درع الجزيرة، نظام بحري، نظام أمني، نظام استخباري، نظام لاسلكي، اتصالات، وتوحيد قدرات أمنية وعسكرية لحماية المنطقة من المخاطر الإيرانية، سواء تصدير السلاح، تصدير المخدرات، تصدير الأفكار والعقائد، هذه كلها يعني حروب وعدوان إيراني يستهدف دول الخليج ويستهدف بالذات الطوائف الشيعية في المنطقة، والتي أثبتت مرة بعد أخرى وفاءها وولاءها ووطنيتها. نعم، لكن دكتور خالد، يعني ألا يستدعي ذلك الإسراع في حسم الملف اليمني كخطوة أولى لمواجهة هذا الخطر؟ لا شك أن هذا هو رأس من رؤوس الأفاعي في المنطقة، وقطعه بلا شك سيهزم أو سيضعف المشروع الإيراني إلى حد كبير، ولذلك هم مستميتون إلى آخر قطرة يمني، يعني يستطيعون أن يستمروا بدعم الانقلابيون بالسلاح وربما المال لمواصلة مشروعهم ولمواصلة حربهم على أنفسهم قبل أن تكون حربهم على الآخرين، حربهم على اليمنيين أنفسهم، محاولتهم استهداف السعودية وتهديد أمنها لإشغالها عن مواقفها الأوروبية في سوريا وفي العراق، هذه كلها محاولات مكشوفة، ولكن عاصفة الحزم كانت البداية ولن تكون النهاية، ستكون هناك عواصف أخرى لاقتلاع وقطع هذه الأذرع الإيرانية في المنطقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور خالد باطر في الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من جدة. شكرا أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الأستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي والباحث السياسي العراقي رائد الحامد، وكذلك الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ عدنان هاشم. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.